فنانين جداد بقوا على ايده نجوم كبار، وافلامه جزء من تاريخ السينما. ارض النفاق الجزء الثاني. هنيدي اللي بيعمل ارض النفاق الجزء الثاني من غيرك؟ للاسف. ما عتبتوش؟ ما كلمتوش؟ لا ما هو ده كمان غصني اكتر، ان هو نزل صوره فبعتها له على الواتساب، قلت له ايه ده وما ردش عليا لغايه دلوقتي. الفتره اللي فاتت انتشرت قايمه باجور الفنانين والمبدعين. في اللي بياخدوا اجور كتيره دول ما طلعوش مثلا 5-6 انفار، لازم يكون الجمهور مش هيصدقني. اقسم بالله عندنا ناس ما لاقيه تاكل. مين النجم اللي اتمرد على شركة العدل جروب لدرجة ان انت قلت والله ما انت داخل الشركة دي تاني؟ تقر وتعترف انك ندمان على تصريحك بانك مش هتشتغل تاني مع خالد النبوي. في الفقرة دي البصة دي بتخوفني. قولي. تقوم بصالي بجنب كده. المنتج جمال العدل في حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، الخميس والجمعة 9 و10 نوفمبر الساعة 10 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.